طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مرحبا بكم في مادة السلامة والصحة المهنية في المدن الصناعية، المستوى الثالث. حكون معاكم أنا المهندس مهند اللقاني. المادة مادة جميلة، مادة عملية تتكلم عن السلامة والأمن الصناعي في المدن الصناعية، وكيفية إدارة السلامة فيما يتعلق بكل النواحي الفنية والأمنية المتعلقة بالمدن الصناعية في المملكة العربية السعودية. فإن شاء الله هنمر من خلال الكتاب على مفهوم الأمن الصناعي وعلى إدارة المخاطر وعلى كذلك المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية. نأخذ جولة سريعة عنها، ونتكلم كذلك عن مكونات المدن الصناعية والتفتيش والمتابعة على المدن الصناعية ومواصفات رجال الأمن الصناعي ورجال السلامة في المدن الصناعية. هذه تقريبا مجمل المواضيع التي سنتناولها في هذا الكتاب، التي سنتناولها في هذا الكتاب إن شاء الله. المدن الصناعية بلا شك يا شباب تشكل واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد في الدول. المدن الصناعية أو الصناعة عموما تشكل واحدة من أهم المكونات الاقتصادية للدول، حيث أن المدن الصناعية تشكل موردا اقتصاديا هاما من حيث التصنيع لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية احتياجات الدولة نفسها، وكذلك في التصدير إلى الدول الأخرى. كذلك المدن الصناعية تعمل على خلق فرص عمل، تعمل على خلق فرص عمل لكثير من الشباب وكثير من المواطنين وغيرهم في الدولة، مما يشكل أيضا قيمة إضافية حقيقية لاقتصاديات الدول. توفير فرص عمل للمواطنين ولغيرهم في الدولة. أيضا من ناحية ثانية، فإن المدن الصناعية تشكل مرفأ أساسيا لمشاركة العالم في تصدير الصناعات وتبادل الصناعات الوطنية للخارج، وكذلك استيراد المواد الخام من الخارج التي تدخل في كثير من الصناعات. ولهذا نجد أن المدن الصناعية تشكل حلقة تكاملية شاملة تجمع ما بين الإدارة والتصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير. وفق هذه المقدمة، وإذا علمنا أن هذا النشاط أو هذا المجال من المجالات المهمة جدا، المهمة جدا، كان لابد من إيلائه الأهمية المناسبة، الأهمية المناسبة من حيث الصحة والسلامة المهنية، من حيث الصحة والسلامة المهنية. إذن يا شباب، الأمن والسلامة في المدن الصناعية واحدة من أهم المجالات التي ينبغي التركيز عليها، وذلك لكثرة ما فيها من عمال، لكثرة ما وذلك لكثرة ما فيها من عمال وموظفين وآليات. وبلا شك أنتم عارفين إنه إحنا في مجال السلام والصحة المهنية مسؤوليتنا تنصب بشكل أساسي على سلامة العامل، وكذلك في المرتبة الثانية على سلامة البيئة المحيطة التي قد تتأثر بالأنشطة الصناعية، ويأتي في المقام الثالث سلامة المعدات والمرافق والممتلكات. إحنا مسؤولين بشكل أساسي عن هذه الأشياء الثلاثة.
بحيث أن النشاط الصناعي لا يؤثر بشكل سالب على صحة العامل، وكذلك لا يشكل أثرا سالبا على البيئة. ولما نقول البيئة احنا نقصد مكونات البيئة الثلاثة اللي هي الماء والهواء والتربة. فيجب انه نحرص انه الأنشطة الصناعية في المدن الصناعية لا تؤثر بشكل سالب على البيئة المحيطة بها، وكذلك لا تؤثر بشكل سالب على الممتلكات والمقدرات والمرافق، كما سنتعرف على ذلك من خلال الكتاب. طيب يا شباب، المدن الصناعية تجمع جميع مكونات الدولة في منطقة واحدة، الأمر الذي يزيد بنسبة المخاطر التي قد تتسبب لاحقا في وقوع حوادث، والحوادث بلا شك يمكن أن ينتج عنها خسائر. الخسائر هذه يمكن أن تكون على مستوى الأفراد أو على مستوى الحياة البشرية، في شكل وفيات، في شكل إصابات، في شكل أمراض مهنية، ويمكن أن تكون هذه الحوادث نتيجة في حدوث تلوثات وضرر بيئي، ويمكن كذلك أن تلحق الضرر بالممتلكات، الحريق، التلف، الضياع، السرقة وخلاف. لذلك قامت الجهات الرسمية على المدن الصناعية وتطويرها بتوفير كافة السبل من أجل حماية الإنسان وممتلكاته والاهتمام ببيئة العمل وإزالة كافة المخاطر، سواء كانت المتعلقة بالصحة أو متعلقة بالسلامة أو متعلقة بالبيئة أو متعلقة بالأمن الصناعي. ونجد في المملكة العربية على سبيل المثال أن هيئة مدن تشرف على أكثر من 35 مدينة صناعية حول المملكة العربية السعودية، تشرف عليها هيئة مدن وتفتش عليها وتقوم بتطبيق والإشراف على تنفيذ أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في المصانع التابعة للمدن الصناعية التي تشرف عليها هذه الهيئة. كذلك في جانب آخر نجد الهيئة الملكية واحدة من الهيئات الرائدة في هذا المجال، تشرف على مدينتين كبيرتين وربما أكثر الآن تقريبا، المدن الصناعية التي تتبع الهيئة الملكية دخلت مدن جديدة غير المدن التي في ينبع وفي الجبيل، هاتين أكبر مدينتين مشهورتين في المملكة العربية السعودية، المنطقة الصناعية بالجبيل والمنطقة الصناعية في ينبع، اللتان تقعان تحت إشراف ومسؤولية الهيئة الملكية. لذلك أولد إدارة هذه المدن الصناعية أهمية بالغة في إنشاء وتطوير وتشغيل صناعات في كافة أنحاء المملكة بمشاركة القطاع الخاص، بعد أن وفرت لهم الأماكن والإمكانيات والتسهيلات من حيث التجهيز، من حيث الأمور اللوجستية والإدارية، وفرت لهم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب في تلك المناطق الصناعية، والتي أصبحت أماكن جذب وبعضها أصبح عبارة عن مدن كاملة نشأت حولها مدن سكنية وجذبت كثير من الناس للسكن فيها، وهذا بالتأكيد ساهم في تطوير الصناعات وفي خلق فرص وظيفية لمختلف شرائح المجتمع. هذه مقدمة وتوطية لأهمية المدن الصناعية ودورها الرائد في تنمية الاقتصاديات الدول وأهميتها من حيث إيلاءها اهتمام أكبر وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين وللبيئة وللمعدات والممتلكات من أجل استمرارية هذا القطاع الحيوي بدون مشاكل. طيب، الفصل الأول من هذا الكتاب يحوي نظرة شاملة عن السلام والصحة المهنية في المدن الصناعية ومفهومها وأنواعها والقطاعات والمعدات المستخدمة في العمل والقطاعات التابعة
لها. فقبل أن ندخل في تفاصيل الصحة والسلامة المهنية في المدن الصناعية، لا بد أن نتعرف أولا على مفهوم الأمن الصناعي في المدن الصناعية. فمفهوم الأمن الصناعي كما هو مذكور وواضح عندكم في الكتاب هو عبارة عن رؤية ورسالة وأهداف وسياسة عليا وفق تخطيط استراتيجي، ويتم تصميم هذه الرؤية من قبل مختصين. يكون الغرض من هذه السياسة وهذه الرؤية العمل على وقاية الإنسان وممتلكاته والمحافظة على اقتصاديات الدولة ضمن معايير وسياسات وإجراءات عالمية أو محلية متبعة. وهذا الشيء من شأنه أن يخلق نوع من الطمأنينة والأمان داخل منطقة العمل. وبهذا المفهوم نجد أن الأمن الصناعي لا يختلف كثيرا عن علم السلامة والصحة المهنية، وهو توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، أو في تعريف آخر نقول هو مجموعة من السياسات والإجراءات واللوائح والقوانين التي تهدف إلى حماية الإنسان من مخاطر الإصابات ومخاطر الوفاة والعجز الكلي والعجز الجزئي والأمراض المهنية وغيرها من المخاطر التي تقع على الإنسان، وكذلك تهدف إلى حماية الممتلكات وحماية البيئة. هذا هو المفهوم العام للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي. وتعد كذلك يا شباب إدارة أنظمة السلامة والصحة المهنية من أهم المسؤوليات التي يجب أن تتضمنها أي استراتيجية لأي مؤسسة أو منشأة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تعليمية أو ترفيهية أو بيئية، لأن المخاطر يا شباب موجودة في كل مكان. وأينما وجد الإنسان وجد الخطر، وأينما وجدت المعدات وجد الخطر، وأينما وجد أي نشاط ممارس وجد الخطر. فالخطر محدق بنا أينما ذهبنا، وهذا واضح من تعريف الخطر زي ما عرفناه في مادة المقدمة قبل يومين تقريبا. تكلمنا عن بعض التعريفات وذكرنا أن الخطر، ودون هذا التعريف، أن الخطر هو كل ما يمكن أن يلحق ضررا بالإنسان أو بالمعدة أو بالبيئة. الخطر هو كل ما يمكن أو كل ما يحتمل أن يلحق الضرر، أي شيء يمكن أن يؤذي أو من المحتمل أن يؤذي أو من المحتمل أن يلحق ضرر هو خطر. هذا هو تعريف الخطر، والخطر بالإنجليزي اسمه هازارد. هازارد. لذلك تعد أنظمة السلامة والصحة المهنية ضرورية ومهمة في أي نشاط وفي أي قطاع وفي أي مجال، وذلك لأن السلامة المهنية ترتبط بكل مجالات الحياة، لأن كل مجالات الحياة فيها مخاطر، وكل مجالات الحياة فيها ناس يعملون، وفي معدات وفي ممتلكات وفي بيئة محيطة. لذلك كان لابد من إلى هذا الموضوع أهمية قصوى حتى نحافظ على الحياة البشرية ونحافظ على بيئتنا آمنة وسليمة من المخاطر، ونحافظ على معداتنا وتجهيزاتنا ومرافقنا. وقبل أن ندخل بشكل مفصل أكثر في هذا الموضوع، لا بد من فهم بعض المصطلحات لتسهيل عملية تلقي المعلومات الخاصة بالسلامة. هنالك كثير من المعلومات الخاصة بأنظمة الإدارة لا بد من معرفتها. أول شيء، لما نقول منشأة أو مؤسسة، ماذا نقصد بكلمة منشأة؟ تعرف المنشأة يا شباب بأنها المكان أو الموقع الذي يتم فيه تنفيذ العمل، سواء كان هذا الموقع تجاريا أو خدميا أو صناعيا أو تعليميا أو صحيا أو ما شابه. فالفندق منشأة، والمطعم منشأة، والمعهد منشأة، والجامعة منشأة، والوزارة منشأة. كلها عبارة عن منشآت يتم فيها عمل ما، يتم فيها عمل ما. فهذا هو تعريف المنشأة
اختصار. كذلك لا بد أن نعرف إدارة السلامة، ونعرف السلامة، ونعرف الصحة المهنية، ونعرف الحادث، ونعرف الحادث الوشيك، ونعرف الإصابة، ونعرف المرض المهني قبل أن ندخل في تفصيلات الكتاب. فإدارة السلامة كما ذكرنا قبل قليل، أو إدارة السلامة والصحة المهنية، هي مجموعة من الإجراءات والقوانين والسياسات التي تهدف إلى حماية الإنسان وما يحيط به من ممتلكات ومن بيئة. هذا هو تعريف علم السلامة والصحة المهنية. طيب، السلامة نفسها، ما هو تعريف السلامة؟ السيفتي. ما هو تعريف السيفتي؟ سيفتي، what is the safety؟ السلامة في أبسط تعريف لها نقدر نقول إنه هي تحرير بيئة العمل من المخاطر غير المقبولة، تحرير بيئة العمل من المخاطر غير المقبولة. وبهذا التعريف تدخل مخاطر الصحة في تحت مسمى السلامة. نعيد ونكرر، السلامة هي تحرير بيئة العمل من المخاطر غير المقبولة، أو بتعريف آخر نقول هي عبارة عن مقياس لمدى خلو بيئة العمل من المخاطر. هي مقياس لمدى خلو بيئة العمل من المخاطر، السلامة. أما الصحة المهنية فتعريفها هي عبارة عن حالة متكاملة من السلامة البدنية، خلو من الأمراض يعني البدنية، والعقلية النفسية والاجتماعية. هذا تعريف الصحة المهنية. يعني هو الصحة المهنية، أنا أقول هذا المكان صحيح مهنيا أو فيه صحة مهنية إذا كان هذا المكان خالي من مسببات الأمراض التي تصيب بدن الإنسان، وخالي من الأسباب أو المؤثرات الضارة التي تتسبب في مؤثرات سلبية لصحة الإنسان العقلية والنفسية، كالتوتر وكالضغوطات العمل وكعدم وضوح المستقبل الوظيفي وعدم وضوح الوصف الوظيفي للموظف. كل هذه الأمور وعدم التدريب، كل هذه الأمور تجعل الموظف في حالة عدم استقرار نفسي. كذلك يندرج تحت مسمى الصحة المهنية السلامة الاجتماعية، السوشيال، اللي هو عدم خلو مكان العمل من أي مظاهر عنصرية، من أي مظاهر تحرش، من أي مظاهر شتائم، من أي مظاهر تفرقة على أي أساس بين العاملين، سواء على أساس الجنس أو اللون أو الديانة أو الثقافة أو الجنسية. هذه كلها مع بعضها البعض تشكل الصحة المهنية. يعني الصحة المهنية لا ليس فقط إنه السجل المرضي حق الموظف يكون خالي، ما عنده أمراض، فحص الدم حقه سليم، لا لا، بل حتى على المستوى النفسي البيئة لابد تكون نفسيا مريحة، تكون اجتماعيا مريحة، يكون في برامج اجتماعية، يكون في تيم ويركينج، في تآلف وفي تآخي بين الموظفين، ما بينهم ما بعض بينهم وبين زملائهم. هذا بالتأكيد سيؤثر على صحة العامل إيجابا، وبالتالي سيؤثر على الأداء وعلى الإنتاجية وعلى الجودة إيجابا بالتأكيد. وهذا بالتأكيد من فائدة ومن مصلحة صاحب العمل أو مصلحة صاحب العمل. كذلك من التعريفات التي يجب أن نلم بها التعريف الحادث. نسمع كثيرا حادث حادث، ما هو الحادث؟ الحادث يا شباب هو حدث غير مخطط له وغير مرغوب فيه وغير متوقع ينتج عنه ضرر. هو حدث غير مخطط له نتج عنه ضرر. هو حدث غير مخطط له ينتج عنه ضرر. هذا هو تعريف الحادث. طيب الحادث، الضرر الذي ينتج عن الحادث ما هو؟ الضرر الذي ينتج عن الحادث ما هو؟
هو الإصابة، لأن الإصابة في تعريفها بنقول هي الضرر المباشر الذي يقع نتيجة الحادث، هي الضرر المباشر الذي يلحق العامل نتيجة حادث معين. يعني انقلاب السيارة هذا حادث، انقلاب السيارة هذا نسميه حادث، accident بالإنجليزي accident. طيب إذا انقلبت السيارة انكسرت يد السائق، هذه الإصابة، فالإصابة هي نتيجة مباشرة للحادث، تعريفها. طيب هذا هو تعريف الإصابة. إذا ما هو تعريف المرض المهني؟ الـ occupational disease. المرض المهني يعرف بأنه المرض الذي يصيب العامل نتيجة التعرض الطويل لظروف عمل غير آمنة، وهذا هو الفرق الأساسي ما بين الإصابة والمرض المهني. إنه الإصابة تحدث بشكل مباشر، سقط فانكسر، انقلبت السيارة فانجرح، انسكبت عليه مادة كيميائية احترق، هذه إصابات مباشرة، الإصابة تحدث مباشرة بعد الحادث. أما المرض المهني لا يحدث مباشرة بعد التعرض للخطر، وإنما يحدث بتكرار التعرض للخطر لفترة زمنية طويلة نسبيا، تختلف من مرض إلى مرض ومن تعرض إلى تعرض. يعني عامل بيشتغل مثلا مع جهاز مشع زي التقنيي الأشعة اللي بيعملوا في المستشفيات، بعد سنتين أو ثلاثة كشف لقى إنه عنده كانسر أو سرطان، حمار الله وإياكم، في الرئة مثلا، نتيجة تعرضه الطويل للإشعاعات. عامل آخر مثلا بيعمل في ماكينة لحام، معدة لحام، فبعد فترة جاته حساسية في الجلد نتيجة إيش؟ تعرضه الطويل للغازات وللأدخنة التي تصدر عن عملية اللحام. هذا يسمى مرض مهني. فالمرض المهني يحدث بعد فترة من الزمن، بعد فترة من الزمن. هذه كانت تعريفات أساسية، أتمنى إنكم تكونوا استوعبتوها، ويا ليت تكونوا كتبتوها. عرفنا الخطر ما هو، وعرفنا علم الصحة والسلامة المهنية ما هو، وعرفنا السلامة نفسها ما هي، وعرفنا الصحة المهنية ما هي، وعرفنا الحادث، وعرفنا الإصابة، وعرفنا المرض المهني. بالتأكيد لا تقلقوا، سنعيد هذه التعريفات حتى تحفظ لدينا حفظا تاما، لأنه هذا عملنا وهذا أساس شغلنا. طيب أنا هفتح الفرصة للنقاش، وبعدها إن شاء الله في المحاضرة الثانية نجي نتكلم عن أهمية إدارة الصحة والسلامة المهنية، والفوائد التي تجنيها المؤسسات والمنشآت إذا هي طبقت إجراءات وممارسات سليمة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية. اللي عنده سؤال، انتوا عارفين النظام، يرفع يده من الزر حق مور، وأنا بفتح عليه المايك للسؤال. تفضلوا يا شباب، أنا في انتظار أسئلتكم وإضافاتكم. سليمان العسيري، عندك إضافة، عندك سؤال؟ سليمان، في أي إضافة، أي سؤال يا شباب؟ طيب يا عبد الله بن فاهدة، المايك معك، تفضل. تفضل يا عبد الرحمن. شكرا شكرا يا مهندس مهند، الكلام كله واضح، ولكن في استفسار، سؤال بسيط. صوتك ارفع صوتك شوية. هل طيب السؤال، أرامكو وسابك ماخذين هذه حقت الخطر من وين؟ حقت السلامة. صوتك ما هو واضح يا عبد الرحمن. تسمعني الحين؟ ايوه اسمعك، تفضل. ارامكو سابق مالهم؟
هل السلامة اللي عندهم ماخذينها من عندهم ولا من وين، ولا من وين دارسينها؟ كيف يعني من وين دارسينها؟ قصدك الستاندر حقهم من وين ماخذينه؟ ايوه والله قصدك الموظفين ال الموظفين بالضبط، يعني دارسينها في ارامكو سابق؟ لا، هم ممكن يكونوا مهندسين دارسين تخصصات هندسية او تخصصات علمية، وبعدها نالوا شهادات عالمية في مجال السلامة، ممكن يكونوا دارسين تخصصات سلامة في أمريكا ولا في أوروبا ولا في غيرها من الجامعات اللي تدرس بكالوريوس سلامة وصحة مهنية. لكن في الغالب هم ناس من خلفيات أكاديمية مختلفة وحاصلين على شهادات دولية وعالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، زي النيبوش وزي الأوشا وزي الأيوش وغيرها من الشهادات العالمية المعتمدة والمعترف فيها في مجال السلامة والصحة المهنية. ممتاز، شكرا لك. العفو. في أحد عنده سؤال يا شباب ولا نختم؟ طيب نختم إن شاء الله إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.